حدثنا اسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن الاعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشه انه ذكر عندها ما يقطع الصلاه فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمراه قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واني لبينه وبين القبله وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة، فأكره أن أستقبله، فأنسل سلالا، وعن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة نحوه.